قال والي غرب كردفان المكلف عبد الله محمد عبد الله إن بناء دولة السودان الحديثة سيظل التحدي الأكبر الذي يواجه الفترة الانتقالية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب وحدة الصف والكلمة لتحقيق مبادئ وشعارات الثورة المجيدة. وامتدح الوالي لدى مخاطبة احتفال الولاية بتوقيع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، امتدح النهج السلمي الذي سلكه الثوار للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدا جاهزية ولاية لتبني المبادرات الوطنية التي تخدم المصالح العامة، مشيدا بالدور الكبير للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي ظلت تؤدي في حماية الثورة تحقيقا لأهدافها ووصولا لمبتغاها. بحمد الله تعالى استطاع السودانيين أن يثبتوا الحقيقة التاريخية الراسخة، وهي أن جزوة الحرية والكرامة لا تموت وإن تراكم عليها الرماد. يحق للسودانيين الآن أن يحصدوا ثمار غرسهم الذي سقوه بنضالهم وصمودهم ودموعهم ودمائهم. نتمناه عهدا جديدا نحترم فيه تنوعنا وننجز فيه المصالحة الوطنية ونتمسك فيه بوحدتنا ونتسلح فيه بالوعي ونشحذ إرادتنا الجماعية من أجل العبور إلى وطن جديد من أجل حياة كريمة للناس. وفي السياق قال ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير بغرب كردفان يعقوب أبو القاسم إن بناء الدولة المدنية يقتضي ضرورة التسامي فوق الجراحات وإعلاء قيمة الوطن فوق المصالح الذاتية والحزبية الضيقة، ودعا إلى ضرورة الوقوف مع الحكومة الجديدة ومساندتها تحقيقا للسلام والاستقرار. إن شاء الله سنعيش حياة أكثر رفاه وأكثر طمأنينة، لأن الأمن من السلام، والسلام مضمن في هذه الوثيقة. وبمناسبة هذا السلام أنا أدعو كل الذين من كل أبناء دارفور الذين حملوا السلاح أن ينضموا وأن يساهموا وأن يقفوا مع هذا السلام ومع هذا الاتفاق الذي أبرم في الخرطوم، لأن ظروفنا في دارفور لا تحتمل. لدينا نزوع ولدينا لجوء ولدينا اضطراب أمني ولدينا نسيج اجتماعي متهتك، لن يرتق إلا بأن نتوائم وإلا أن نتوافق وإلا أن نتصالح وإلا أن نتسامى ونقود السودان جميعا إن شاء الله.